بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بالنسبة لطلاب الصف الرابع الابتدائي، النهاردة إن شاء الله النهاردة معانا باراجراف من 18 كلمة عن ميل كارير، يعني ساعي البريد. ميل كارير يعني ساعي البريد، ولكن دايما كلنا البداية مع بعض، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بالنسبة لباراجراف my mail carrier أو ساعة البريد، تعالوا مع بعض نتعرف how to write this paragraph. طبعا كأي وظيفة ممكن نكتب الجمل، واكتب جملة مميزة للوظيفة اللي معانا، يعني مثلا الوظيفة اللي معانا النهاردة male career، أقول my father is a male career. طب لو والدي سباك، my father is a plumber is a plumber. my father is a farmer لو والدي فلاح. my father is a teacher لو والدي معلم. ونكتب الجمل مع جملة مميزة، my father is a male career. my father is a male carrier يعني والدي ساعي بريد. he is active يعني هو نشيط. he is active طبعا كلمة active سهلة جدا وبسيطة وبتستهج نفسها. he is active. he delivers letters. he delivers letters. he delivers يعني هو بيوصل الخطابات. he delivers letters. I love my father so much. I love my father so much أنا بحب والدي جدا. طبعا الباراجراف اللي معانا انا مطالب ان اكتب باراجراف من 18 كلمة، قلنا على الاقل 3 جمل لو هي جمل طويلة، ولو جمل صغيرة فاعل وفعل ومفعول ممكن اخليهم 4 جمل. يعني الباراجراف اللي انا هكتبه في الامتحان ما بين 3 جمل او 4 جمل، ما بين 3 جمل او 4 جمل، ولكن احنا بندور على جمل بسيطة جدا. وتأكد ان انا جاي كاتب جملة سبيلنج بتاعها سهل وصح والجرامر بتاعها صح، يعني جملة فاعل وفعل ومفعول. وعشان اكتب الباراجراف بتاعي بنسيب مسافة كلمة في بداية الباراجراف، وبعدين بنبدأ بحرف كابيتال وبنحط فلوستوب في نهاية الجملة، ونبدأ الجملة التالية بعد الفلوستوب مباشرة. يعني الباراجراف النهاردة My father is a mail carrier. My father is a mail carrier. He is active. He is active. He delivers letters. He delivers letters. I love my father so much. I love my father so much. Again, my father is a mail carrier. My father is a mail carrier. My father is a mail carrier. He is active. He is active. He is active. He delivers letters. He delivers letters. I love my father so much. I love my father so much. I love my father so much. ياريت كلنا نردد الجمل ونحفظها ألون، وبعد ما نحفظ الباراجراف نجيب كراسة وقلم ونشوف كده احنا حفظناه ونكتبه لوحدنا. ممكن الباراجراف اللي معانا أطبقه على أي وظيفة، يعني استبدل كلمة ميل كارير وحط مكانها مثلا بلومر، وطبعا هي إز أكتف، هي بدل ما أقول هي delivers letters أقول هي connects pipes يعني هو بيوصل البايبس المواسير to get water لنحصل على الماء. طبعا جملة مميزة للوظيفة، ونكتب في النهاية I love my father so much. ممكن نكتب الجمل اللي معانا ونستغنى عن جملة he delivers letters ونطبق الأربع جمل الباقيين على أي وظيفة، يعني my father is a plumber, he is active,
I love my father so much. طبعا كده بالظبط 18 كلمة، 3 جمل، والتلات جمل طوال ممكن يدوني 18 كلمة، ولكن